هنروح مع حضراتكم دلوقتي لزميلتنا لميا مره تانيه عشان نعرف بقى منها اخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا لميا. بصبح عليكم، بشكركم شكرا جزيلا، وبصبح على السادة المشاهدين في كل مكان. مشاهدينا النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. بالليل الجو هيكون معتدل شوية ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مايل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط رياح على بعض المناطق مع وجود فرص لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكمان في رمال مثارة. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة معانا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. نحب نطمن النهاردة على حالة الطقس، وخصوصا عايزين نعرف الرطوبة مرتفعة وهتستمر في الارتفاع ولا لا؟ احنا بالفعل بنشهد تحسن في الاجواء على اغلب مناطق الجمهوريه، في اجواء صيفيه مستقره على اغلب الانحاء، لان احنا بنتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، بالاضافه كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي كلها بتجعل احساسنا بالطقس خلال فترات النهار ان هو طقس حار رطب على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى، لكن الاجواء خلال فترات النهار بتظل اجواء شديدة الحرارة رطبة على محافظات طبعا جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة بتنخفض، خاصة كمان بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده في الساعات الأولى من الليل بيساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، فبنحس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما خلال فترات الليل على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد. المناطق الموجودة في جنوب البلاد، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، الأجواء بتكون عليها أجواء مائلة للحرارة. بالإضافة كمان في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل متوقع تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية مدن القناة، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن هي ما بتاثرش على حركه المرور الحمد لله. ميعاد تكونها بيكون تقريبا الساعه 3 4 الفجر، بتستمر حتى الساعه 6 صباحا مع سطوع اشعه الشمس بتبدا في التلاشي. بالاضافه كمان متوقع خلال فترات النهار نحس بارتفاع نسب الرطوبه، وده هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، مع وجود نسب الرطوبه هنحس بيها لو تكون 36 او 37 درجه مئويه. خلال فترات الصباح كلنا بدانا نحس ب يعني تلطيف في الاجواء بسبب وجود سحب منخفضه بتساعد على حجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات الصباح، فبالتالي بنحس ب تلطيف وتحسن في الاجواء خلال فترات الصباح وفترات كمان الليل. بدانا نشعر كلنا بفترات الليل الاجواء بقت احسن. متوقع كمان اليوم يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء عن سانت كاترين، دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا، لكن الحمد لله الامطار دي مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. متوقع استمرار هذه الاجواء ان شاء الله على مدار باقي ايام الاسبوع. متوقع كمان العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 33 درجه مئويه، وهيستمر معانا لبدايه الاسبوع القادم او حتى كمان منتصف الاسبوع القادم. متوسط درجات الحراره ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه. مهم جدا ان احنا فترات الظهيره تحديدا، لان ده هيكون عظمى يعني درجات الحراره وفي ارتفاع في نسب الرطوبه، فهنحس معاها بارتفاع درجات الحراره، ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره خاصة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر. وطبعا لو انا موجود في اماكن تبقى الاماكن دي جيدة للتهوية، هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبة. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، مطروح 30 23 وسيوة 38 23، بورسعيد 31 25، دمياط 30 25، الإسماعيلية 35 23 والسويس 35 24.
العريش العظمى 31 والصغرى 24، طابة العظمى 39 والصغرى 26، كاترين 36 20، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 39 28، والفيوم 35 24، بني سويف 36 23، المنيا 37 23. أسيوط العظمى 37 24، سوهاج 41 26، قنا 43 27، الأقصر 43 28، أسوان 43 29، الوادي الجديد 41 26، شلاتين العظمى 39 والصغرى 28، وأخيرا حلايب 36 27. ودلوقتي هنرجع لبسنت ومصطفى. شكرا لك يا لميا.